بيغير الحسابات تماما، تركيز واضح جدا من بداية الماتش، بالرغم من تأكيداتنا على التركيز في أول ربع ساعة، لعب بسرعة جدا، ما كانش ولا لعيب واخد البوزيشن بتاعه، لأن في تكليفات محددة كل لعيب مين بالظبط في الكورنر وفي فاولات وكده، فاللعيبة ما قدرتش تاخد البوزيشنز بتاعتها بدري، وتلعب الكرة بسرعة وسببت في هدف طبعا سريع جدا، غير حساباتنا. في بعض اللعيبة كانوش في مستواهم النهارده. عندي برضو غيابات كتيرة جدا جدا جدا. أنا لاعب النهارده بخمس ناشئين مرة واحدة قدام النادي الأهلي. خمس ناشئين مرة واحدة قدام النادي الأهلي، والنادي الأهلي جدا ولعيبة على مستوى عالي، فبرضو يعني ده يعني سبب من الأسباب المباشرة في الأداء النهارده اللي ما كانش على المستوى. عندي غيابات زي محمود جاد اللي جاي لي زايد 6.5 كيلو في اليابان، 6.5 كيلو مصر في اليابان، زايد 6.5 كيلو، ودي دي كارثه ان لعيب يبقى في المنتخب ويجي النادي زايد 6.5 كيلو. عندي القاضي موقوف، عندي كريم كان مصاب بس رجع، عندي عبد الرحمن عامر، عندي ريكو، عندي مصطفى شلبي، عندي ست لعيبه مؤثرين جدا ومهمين جدا في التيم ما كانوش موجودين النهارده. اعتقد ان ده بيأثر بشكل كبير جدا على مستوى الاداء. لكن انا بحيي فرقتي على الجهد اللي بذلوه، جهد كبير جدا جدا، بالرغم من خمسه ناشئين بيلعبوا قدام النادي الاهلي. انا بحييهم جدا جدا وكتر خيرهم، وقدر الله ما شاء فعل. اتفضل. دي كارثة، دي كارثة من كوارث الزمن. لعيب يبقى رايح لمنتخب مصر ويجي من منتخب مصر زايد 6 كيلو. شايف مين ممكن يكون متسبب في حاجة زي كده؟ مين يعني ايه؟ النادي عندي ولا مين؟ النادي بتاعي ولا هو كان فين؟ كان شهر وجاي لي 6.5 كيلو زيادة. بخسس فيه من ساعة ما جه. طويل الجهاز الفني لمنتخب مصر. لا أنا ما أقولش حاجة.